نهاية مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، رافقناكم على مدى ساعتين من الزمن بفقرات عديدة ومتنوعة. بتمنى لكم بقية نهار ممتع. باي باي. أنا كمان بدي أتشكر إيناس وتشكرك مي، ودائما وقت نحكي عن موضوع الأطفال وهي الألوان أكيد بتدخل بهجة للنفوس. لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدينا، بكرة لنا أكيد لقاء جديد مع فريق عمل جديد.